بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد. حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور، ولدت لستة ايه؟ كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة الشائع يعني كده، ولما يبقى سبعة ده يبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيش. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد عليها، لأنها مدام ولدت لستة أشهر ده هي لسه متجوزة يوم الحمل. فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه أدرك المسألة، قال يا أمير المؤمنين ولما؟ قال له إنها يعني ولدت لستة أشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح. فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، إنما النفس ما تتنبهش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع إيه؟ نصين اتنين. مين اللي يجي بقى في خطره ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله وجايب النصين اللي يسعده على الإيه؟ اللي يسعفه ويسعده على الفتية. الإمام علي قال له ربنا بيقول غير كده. قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد إيه؟ حولين، يعني 24 شهر، وإحنا عارفين إن التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في آيات أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تدينيش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الإنسان والده حملته أمه وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه مش كده؟ وحمله وفصاله 30. طيب إذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى إذن مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف آية وغايبة عنه الآية التانية، عارف آية وغايبة عنه الايه الآية الايه الآية التانية.